اهلا دركي كيكرز، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا بالنسبه للكيكرز المبتدئين او البنات اللي بيشتغلوا في تزيين الكيك او حتى ربات البيوت اللي لسه بتحاول تعمل كيكه. كنت عملت على المجتمع بتاع قناه اليوتيوب كده استفتاء بسالكم فيه ايه اكتر الاسباب اللي تتخيلوا انها ممكن تسبب فقاعه الهواء بعد ما بنخلص تفنيش الكيك تماما، وبتسبب لنا تخريب الشكل، وممكن احيانا كمان نلاقي ان الفوندنت وقع خالص من على الكيك. بالنسبه للاسباب اللي انا حطيتها وانتوا اخترتوا بعضها، هما نوع او قوام الكريمه، قوام الجناش، حراره الجو، ونوع الفوندنت، ونوع الحشو. انا سالتكم عن اكتر الاسباب اللي انتم متخيلين انها بتسبب فقاعه الهواء. في الحقيقه الخمس اسباب دول هما الاسباب الرئيسيه مع بعض، بس بتختلف نسبه المشكله حسب نوع السبب. يعني مثلا النهارده احنا هنتكلم عن اول نوع انتوا اخترتوه، هو نوع الفوندنت او نوع عجينه السكر. عجينه السكر احيانا بعضها بيكون طري زياده عن اللزوم، وبالتالي لما بنيجي نفردها على الكيك بتفك من على الكيك بسرعه، او بنحس انها بتنزل لتحت. بتنزل لتحت ده سبب غير سبب فقاعه الهواء. انها بتنزل لتحت وانها مطاطه ده بيفرق فعلا حسب نوع الفوندنت، لكن انها تعمل فقاعه هواء وتفك من على الكيك دي مشكله تانية خالص. احنا النهارده بنتكلم عن مشكله فقاعه الهواء، بس خلوني بالمره بما اني هتكلم عن نوع الفوندنت نوضح الفوندنت الطري احنا ممكن نتغلب على المشكله دي فيه ازاي. واحنا بنشتغل على اي كيك عشان نفرد الفوندنت عليها بالطريقه دي، احنا محتاجين الاول بنفرده على بالنشابه على الترابيزه او على السيليكون مات او واتيفر انتوا بتشتغلوا ازاي. الفوندنت بتاعنا واحنا بنعمل له تنعيم او كونديشننج، لو حاسين انه طري زياده عن اللزوم يا ريت ندخل فيه واحنا بنشتغل شويه نشا. انتبهوا كويس قوي ان احنا لو زودنا كميه النشا اللي داخله مع العجينه ممكن تخليها تفرط او تعمل الفنت سكين. الالفنت سكين ده اللي هو التاثير بتاع الخشانه والتكسير لما بنيجي نحط عجينة السكر على كيك نلاقيها عمالة تتكسر، خصوصا عند الحواف نلاقيها بتشق بتشق وبتتكسر. ده معناه ان الفوندنت دخل فيه كمية نشا كبيرة، فياريت ننتبه. اول ما احس ان الفوندنت واحنا بنعجنه بدأ يلم معايا ويقوامه يتغير شوية، ما تزودوش النشا كتير. لو محتاجين تراجعوا الفيديو بتاع طريقة عجن وتلين الفوندنت، انا هحط لكم ان شاء الله اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس او في صندوق الوصف تحت عشان تراجعوا ازاي كنت بلين او انعم عجينه السكر وازاي بنفردها. ازاي نعمل شارب ايدج بالفوندنت على الكيك وازاي نثبته من غير ما نعمل اير بابل، برضو يا ريت تراجعوا الفيديو بتاع كيكه رمضان ليالي رمضان، هتلاقوني موضح فيه ازاي اعمل شارب ايدج وازاي اثبت الفوندنت على كيك من غير ما نعمل مشاكل. بس في نقطه بقى الاير بابل، واحنا بنفرد العجينه او بنعمل لها تليين شيء طبيعي جدا ان احنا واحنا بننعمها هيخش لها فقاقيع هواء. فقاقيع الهواء دي زي ما انتم شايفين هنا في الصوره اللي قدامنا دي، في فقاعه هواء قدام اهي على على الفوندنت من تحت. لو احنا ما فرغناش الهواء ده مع الحراره فقاعه الهواء دي بتتمدد، ومع التمدد ده ممكن تلاقي الفوندنت بتاعك انفجر وعمل خرم كبير جدا في الكيك. فقاعة الهواء دي لازم 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 نفرغها كويس قبل ما نحط الكيك على قبل ما نحط الفوندنت على الكيك. هنفرغها بايه؟ هنفرغها بنيدل تول او بابره متطهره كويس بالحراره، وهندخل الابره بزاويه 45 تقريبا، وعكس ما دخلنا الابره او الدبوس او النيدل تول واتيفر بتشتغلوا بايه، هنخرج الهواء. يعني زي ما بالاتجاه اللي دخلت بيه الابره بعكسه همشي ايدي على الفوندنت افرغ الهواء ده من الفقاعه دي، ونرجع تاني نفرد بالنشابه العجينه كويس. لو ما فرغناش الهواء ده لو احنا بنحط العجينه على الكيك هنشوف الفقاعه برضو، نرجع نفرغها تاني لو سمحتوا. طيب في حاجه كمان بقى غير فقاعه الهواء اللي جواها عجينه السكر، فقاعه الهواء اللي ممكن تتشكل ما بين الكيكه وما بين عجينه السكر. واحنا بنفرد عجينه السكر على الكيك يا ريت اول حاجه نفرغ منها الهواء هي سطح الكيك، وبنبدا من منتصف السطح للخارج، وبعدين بنعم وبنلزق عجينه السكر على سطح الكيك من فوق لتحت. الطريقه دي بتخلينا نخرج كل فقاعات الهواء ما بين الجناش او الكريمه وما بين الفوندنت.
فطريقتك في حط الفوندانت على الكيك برضو ممكن تسبب فقاعات هواء. فياريت واحنا بنحط الفوندانت على الكيك نتأكد الاول ان احنا فرغنا الهواء من على سطح الكيك من فوق، وبنبدأ من النص لبرة عشان الهواء يخرج ما يتحبس جوه، ما نبقاش قفلنا عليه من برة والهواء يفضل من جوه موجود. وبعدين نثبت الفوندانت من الجوانب من فوق، وبعدين ننزل بيهم لتحت واحدة واحدة. لو لاحظنا اي فقاعة هواء او اير بابل واحنا بنشتغل بعد ما خلصنا الكيك برضو وخلصنا تغطية الكيك بالفوندانت، ياريت برضو بالنيدل تول او بالدبوس نفرغ فقاعة الهواء دي، وبزاوية 45 بندخل الدبوس في الفقاعة، وبالاتجاه العكسي بصبعنا بنفرغ الهواء بالراحة. تفريغ الهواء ده ان شاء الله هيضمن لك ان ما يبقاش فيه اير بابل، ومع ان الكيك يقعد بره التلاجة شوية تلاقي ان الفقاعة دي تمددت وخربت لك شكل التصميم بتاعك، وممكن توقع الاسم اللي كان موجود او الزينة او التصميم. انت ممكن تكوني مسلمة الكيك للعميل سليم وشكله مظبوط 100%، بمجرد ما العميل خد وقت عشان يوصل للبيت فقاعة الهواء اللي كانت محبوسة دي تتمدد ويلاقي ان التصميم وقع او الفوندانت اتفك من على الكيك. المشكلة دي ما بيبقاش سببها ان العميل خبط الكيك ولا حاجة او تعامل معاها غلط، المشكلة دي سببها عندك انتي، ان انتي سبتي فقاعة هواء على ما بين محبوسة ما بين الكيكة او الفوندانت، او محبوسة جوه الفوندانت نفسه، ومع تغيير الحرارة ومع الهواء او ان الجو كان دافي شوية فقاعة الهواء دي تمددت وانفجرت. فياريت نراعي النقطة دي كويس واحنا بنشتغل، لان احنا المفروض بنشتغل بطريقة احترافية ونسلم الكيك للعميل بيرفكت ويوصل لغاية بيته ويأكله بالهنا وهو بيرفكت. اشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله، هنتكلم عن المسببات الباقية بعد كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي جديد على القناة، سواء استفتاء او استفسارات او فيديوهات جديدة. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.